كاردوزو بقاله يمكن 3 شهور تقريبا او 3 شهور وحاجه بسيطه مع الترجي. النهارده المباراه المية للنادي الاهلي مع المدرب بتاعه. فاحنا بنتكلم في ان احنا لو فكرنا كده اعتقد ان في قراءه للملعب هتبقى مختلفه. اكيد كولر ليه فتره مع النادي الاهلي، وتوج ببطولات محليه وافريقيه وكاس عالم للانديه، فبالتالي انه بقى حافظ بشكل كبير يعني وضع النادي الاهلي ايه في افريقيا. يعني كنا قلقانين في الاول لما جه انه اول مره يبقى في افريقيا، ولكن خلاص بقى متمرس يعني في افريقيا، فبالتالي كولر بقى حافظ كل حاجه، حتى ردوده حتى في المؤتمرات الصحفيه بقت يعني اكثر عقلانيه من الاول، بقى فاهم طبيعه الجماهير او الجماهير عايز ايه بالظبط. بالظبط حتى الجماهير. يعني في المؤتمر الصحفي امبارح لما اتسال من الصحفيين عن الشناوي ولا شوبير اللي هيقف جون، ضحك وخلاص يعني. الاول كان لا يعني بيقول اصل الجمهور قال مش عارف يعمل ايه ومش هتعمل ايه، فبالتالي هو عدى مرحله تليفوني عشان عايزين تعملوا تغييرات. بالظبط. لا هو كان في ماتش من الماتشات في الدوري المحلي لما بيتسال على التغييرات انت مأخرها، يعني قال انه الجمهور قال طب انا لما بعمل تغييرات متاخره بتزعلوا، لما بعمل تغييرات بدري برضه بتزعلوا. فبالتالي انه لا بقى متمرس بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي انت برضه بتتكلمي في خمس يعني خامس نهائي على التوالي لعيبه النادي الاهلي موجودين في النهائي. كسبت 3 دوري الابطال وخسرت الماتش بتاع الوداد وده الخامس، فبالتالي انه انجاز كبير لعيبه النادي الاهلي، وده بيدي انطباع انه لهم عندهم يعني عدد من الخبرات مهوله. انت بتتكلمي في 5 سنين النادي الاهلي بيوصل للمباراه النهائيه، فبالتالي لا يعني حاجه كبيره جدا انه خلاص هو بقى بيتساوى الاهلي بريال مدريد، انه دوري الابطال اوروبا ريال مدريد ودوري ابطال افريقيا النادي الاهلي، الخبرات كتيره جدا. هي القصه بتتوقف على بقى الحاله البدنيه والنفسيه والذهنيه للاعيبه في ال 90 دقيقه مع الضغط الجماهيري مع ملعب رادس. الاهلي خسر كتير في رادس وكسب كتير في رادس، فبالتالي هي التعامل ده هو اللي هيفرق في المباراه، بعيدا بقى عن خطط اللعب والطرق والمدير الفني وبتاع، لانه في حاجات في النهايه هي قصه لعيبه. ممكن المدرب يبقى عامل كل حاجه، ولكن انه اللعيبه مش جاهزه يوم المباراه، مش مستعده ذهنيا وفنيا للمباراه، ده اللي هيفرق في القصه. وفي المقابل الترجي عنده برضه مدرب كويس جدا، يعني لا تشوف الماتشات الترجي اتغير بشكل كبير مع المدرب، وكان عندهم طارق ثابت تم يعني تبديله بالمدرب البرتغالي ده، وتشوفوا على الخط لا طول الوقت هو مهايبر بيتحرك كتير جدا، عامل يعني ستايل يورجن كلوب كده، بيتحرك كتير وبيتكلم وبيزعق في اللعيبه وبتاع، فده برضو يديك انطباع انه لعيبه الترجي حتى توقفاتها في الملعب وطريقه اللعب مختلفه عن السابق يعني. طيب انت قلت نفسيا ده هيبان يوم المباراه، قد يكون في ضغوط على اللعيبه فتظهر على ارض الملعب، لكن بدنيا هل كل اعضاء الفريق مستعدين؟ النادي الاهلي جاهز، وكولر المباريات اللي فاتت في الدوري كان بيعمل روتيشن بشكل كبير جدا، فبالتالي انه حتى الماتش الاخير ريح عدد كبير جدا من اللاعبين، شفنا علي معلول ريح، شفنا محمد عبد المنعم والى اخره، واسامه ابو علي كان يعني خارج المباراه، فبالتالي انه هو استعد كويس جدا للمباراه النهائيه او المباراتين الذهاب والاياب، وريح عدد كبير جدا من اللاعبين، فبالتالي انه بقوا جاهزين بدنيا للمباراه، مش مرهقين بشكل كبير يعني، لانه القايمه برضه في النهايه قايمه النادي الاهلي قايمه كبيره، فبالتالي انه بقدر هو الفتره اللي فاتت يستخدم كل الاوراق اللي معاه.